شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات النسخة الرابعة من احتفالية قادرون باختلاف، حيث شهد الرئيس عددا من الفقرات الفنية، كما شارك الرئيس في فقرة بعنوان اسأل الرئيس، مؤكدا أن الطاقة الإيجابية والإرادة القوية وروح التحدي والفخر بهذا الوطن يتم استلهامها من أبناء الوطن من ذوي الهمم. كما قام الرئيس بإصدار بعض التكليفات لعدد من الوزارات، حيث وجه الرئيس بتيسير كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم وبتكثيف أنشطة اكتشاف الموهوبين والمبدعين من ذوي الهمم وإتاحة كافة الخدمات الصحية لذوي الهمم بكافة المحافظات والاهتمام وتيسير حركة وتنقل ذوي الهمم ومتابعة مبادرة رفقاء قادرون باختلاف، حيث قام الرئيس بجولة تفقدية لعدد من الملاعب والمعارض على هامش فعالية النسخة الرابعة من قادرون باختلاف. توقعت الوكالة الدولية للطاقة أن يكون شتاء العام المقبل في أوروبا صعبا في ظل نقص الغاز الروسي، ورجح المدير التنفيذي للوكالة أن يؤدي نقص إمدادات الغاز الروسي أو انقطاعها إلى خفض الاحتياطات في منشآت التخزين الأوروبية بنحو 30% شتاء العام المقبل، مؤكدا صعوبة تعويض هذا النقص في ظل الطلب المتزايد على الغاز الروسي من دول عديدة. نفى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف وجود خطة أوكرانية للسلام، وأكد أن موسكو لن تعترف بأي مخطط للسلام لا يأخذ بالحزمان الوقائع والحدود الجغرافية الجديدة، مشيرا إلى المناطق الأربعة الجديدة التي تم ضمها إلى روسيا الاتحادية. قال نائب وزير الخارجية الروسي أليكسي رومولوتوف إن الناتو يقوم بتوزيع أسلحة رقمية لأوكرانيا بشكل لا يمكن السيطرة عليها، محذرا أن هذا التصرف محفوف بعواقب لا يمكن التنبؤ بها لجميع أعضاء المجتمع الدولي. أمر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول بإرسال طائرتين إلى 3 طائرات مسيرة عبر الحدود مع كوريا الجنوبية مقابل كل طائرة ترسلها بيونغ يونغ. كما أمر الرئيس الكوري الجنوبي بإسقاط الطائرات المسيرة الكورية الشمالية إذا لزم الأمر. أدان مجلس الأمن الدولي قرار طالبان منع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية، موضحا أن حظر طالبان عمل النساء في المنظمات غير الحكومية يتناقض مع العهود التي قطعتها الحركة للشعب الأفغاني ومع توقعات المجتمع الدولي. وطالب مجلس الأمن الدولي بمشاركة كاملة ومتساوية للنساء والفتيات في أفغانستان. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن فيروس كورونا لن يكون آخر جائحة تواجهها البشرية، داعيا جميع الدول إلى مساندة الجهود الأممية الرامية إلى ضمان أن يكون العالم مجهزا ومستعدا لمواجهة التحديات الصحية المقبلة.